بالحبر الجديد من الميادين في الصحف والمواقع. لماذا قد تكون إسرائيل خسرت روسيا من دون أن تحافظ على كسب أمريكا؟ ولماذا ستدخل الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عقل التاريخ؟ نقرأ في رأي اليوم. وفي صحيفة الأخبار، واشنطن تضمن لأنقرة حصتها، لمسات أخيرة على استثناءات قيصر. وفي فورين بوليسي، انهيار العملة الرقمية بيتكوين يستحضر الأزمة المالية لعام 2008. وفي الحدث هذا اليوم، حلف الأطلس يوسع جبهة التصعيد مع روسيا من بوابة ضم فنلندا والسويد، وموسكو تهدد بالغاز، أي مسارات ستسلكها المواجهة الدولية. وفي جديد اليوم، مقاومو جنين يتصدون لقوات الاحتلال على وقع اشتباكات عنيفة. وفي الميادين نت، يكتب أحمد الدرزي عن زيارة الرئيس الأسد لطهران، كيف ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون؟ وضيف اليوم فائز حوالة. لماذا قد تكون إسرائيل خسرت روسيا من دون أن تحافظ على كسب أمريكا؟ ولماذا ستدخل الرصاصة التي قتلت الشهيدة شيرين أبو عقل التاريخ؟ وهل ستصدق نبوءة باراك؟ هذه بعض من الأسئلة التي يطرحها رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية في مقال يستعرض جملة أدلة ومؤشرات على حالة من الارتباك والتخبط غير المسبوقة التي تعيشها دولة الاحتلال الإسرائيلي. فالأزمات الداخلية تتفاقم، والتهديدات الخارجية تحاصرها من كل الجهات، ولعل إقدام أحد قناصيها على اغتيال الشهيدة شيرين أبو عقل وبأمر من قيادته العليا هو أحد انعكاسات هذا الارتباك، وأحد أبرز الأدلة على خسارتها للحرب الإعلامية التي كانت تتفوق فيها دائما على المستويين الإقليمي والعالمي. يقول عطوان، ثمة أربعة عوامل رئيسية تؤكد هذه الحقائق بشكل عملي وعلمي. أولها الحرب الأوكرانية التي كشفت النفاق الإسرائيلي، وثانيها الانهيار المتسارع للحالة الأمنية التي كانت دائما مصدر قوة الدولة العبرية، وثالثها اعتراف إيهود باراك بأن احتمال نشوب حرب أهلية بات الخطر الأكبر الذي يهدد إسرائيل، ورابعها تزايد معدلات الهجرة المعاكسة رغم حالات التكتم الشديد على ذلك. يختم الكاتب بالقول إن المناورات الإسرائيلية الأضخم لن ترهب محور المقاومة ولن تطمئن المستوطنين الإسرائيليين، بل ربما تكون نتائجها عكسية تماما. إذن أجدد الترحيب بضيفي من موسكو فائز حوالة، وهو الأكاديمي والخبير في الشؤون الروسية. أهلا ومرحبا بك. نبدأ من معطيات هذا التقرير أو هذا المقال. ما هو سقف الخلاف الروسي الإسرائيلي؟ هل فعلا إسرائيل خسرت روسيا أم أنه في مبالغة في هذا التوصيف؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم ومتابعيكم الأكارم. طبعا بكل تأكيد نعلم جميعا بأن العلاقات ما بين روسيا الاتحادية في الوقت الراهن وما بين دولة إسرائيل هي علاقات ليست متوترة، ولكن هناك استياء عام، وهذا الاستياء جاء كنتيجة مباشرة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والانغماس المباشر والشديد لدولة إسرائيل في هذه الأحداث. بمعنى آخر، بأن التأثيرات التي تمارسها إسرائيل على مجريات الأحداث أو حتى على بداية الأحداث في أوكرانيا منذ العام 2014 ووصول الرئيس زيلينسكي المدعوم من الملياردير الأوكراني اليهودي الأصل والذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ومقيم في إسرائيل كلامونسكي، هو الذي أوصل زيلينسكي إلى سدة الحكم، لا يستطيع أن يمارس أي تأثير من أجل عدم استمرار هذه العملية العسكرية أو من أجل المساعدة في تحقيق أهداف هذه العملية العسكرية وبالتالي انتهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا. وإضافة إلى ذلك، نعلم جميعا بأن الدور أيضا السلبي الذي تلعبه إسرائيل من خلال استخدامها للمرتزقة الإسرائيليين المتواجدين والذين يحاربون إلى جانب النازيين الجدد في الأراضي الأوكرانية،
وهذا ما يثبته العديد من الأفلام الفيديو التي يتم بثها عبر مواقع مختلفة. والأهم من ذلك أيضا، هناك معلومات تشير إلى أن إسرائيل هي مشاركة تماما وبشكل مباشر في المخابر البيولوجية المختلفة، والتي يبلغ عددها أكثر من 30 مخبرة منتشرا على أراضي أوكرانيا، وتمارس طبعا ما يسمى بالتحضير للحرب البيولوجية وما إلى آخره. وهناك أيضا عوامل أخرى، على سبيل المثال طائرة برقدار، وطائرة برقدار الكل يعلم بأنها ليست فقط هي صناعة تركية بحتة، وإنما هي صناعة مشتركة تركية أوكرانية وإسرائيلية. وبالتالي أيضا الذخيرة التي يتم تسخير هذه الطائرات بدون طيار برقدار تحديدا، يتم تصنيعها في حقيقة الأمر في أوكرانيا، وتم الكشف عن كثير من المعامل السرية التي تصنع هذه الذخيرة. وبالتالي نعم إذا على الرغم من أن روسيا الاتحادية والرئيس بوتين يكن لليهود كل الاحترام والتقدير، وخاصة أن الجالية اليهودية في روسيا الاتحادية ليست بالقليلة، والكل يكن وهو أيضا يكون دائما المبادر في تقديم نعم لكن الآن الموضوع مختلف. قلت حضرتك وتحدثت كثيرا عن التورط الإسرائيلي المباشر في الملف الأوكراني ضد روسيا وليس مع روسيا، هذا إلى أين يأخذ الخلاف بعد كل تبادل الكلام ما بين الطرفين؟ يعني سمعنا لافروف ماذا قال عن هتلر والإسرائيليين، وسمعنا كثير من التصريحات أيضا. سقف الخلاف الحالي إلى أين يمكن أن يصل ما بين الطرفين؟ هل يمكن مثلا تصفية خلافات بينهما على الساحة السورية؟ لا أعتقد ذلك على الإطلاق، وإنما أؤكد لكم بأنه العملية العسكرية الروسية الخاصة سوف تسير قدما حتى تحقيق كامل أهدافها، بغض النظر عن هو منخرط بشكل مباشر أو غير طيب على كل مباشر. حال بمعنى سننتقل، آخر، بأن سننتقل كل إلى هذه ملف العرقلات آخر التي تحاول فليس بعيدا عن هذا الملف الذي نطرحه. ينقل موقع ولاء عمن يسمى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي قوله إن إسرائيل لا تحاول جر الولايات المتحدة إلى الحرب ضد إيران. ويقول معلق الشؤون السياسية في الموقع باراك رابيد إن المستشار إيال حولاتا أشار في مؤتمر مغلق في جامعة تل أبيب إلى أن إسرائيل لا تريد حلا عسكريا للأزمة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، ولا تحاول جر إدارة بايدن إلى حرب مع إيران، وتعتقد أنه يمكن حل هذه الأزمة بطرق أخرى. 8 أسابيع من توقف المحادثات في فيينا وضعت المفاوضات مع إيران طي النسيان، فمن جهة لم يتم التوصل إلى اتفاق، ومن جهة أخرى لم تتعرض إيران للمزيد من الضغوط. وبحسب رابيد تشعر الولايات المتحدة والقوى الأوروبية وإسرائيل بقلق بالغ إزاء المراوحة في المحادثات النووية، الأمر الذي يسمح للإيرانيين بمواصلة التقدم في برنامجهم النووي من دون إزعاج تقريبا. وعلى خلفية الأفق المسدود في المحادثات، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بممارسة ضغط إضافي على إيران في سيناريو لا عودة فيه إلى الاتفاق النووي في المستقبل القريب. أستاذ فائز، أعلنت قبل قليل أنه عودة أو أعلن عن عودة فتح المفاوضات مفاوضات فيينا ما بين الغرب وإيران، لكن ما أريد أن أسأل عنه هو الموقف الروسي تحديدا ما بعد الصراع الأطلسي الروسي. إلى أي حد يؤثر هذا الصراع على مفاوضات فيينا؟ وهل فعلا روسيا باتت تستخدم ورقة فيينا في وجه الغرب؟ في حقيقة الأمر نحن أمام ما يسمى بلعبة الطاقة العالمية. اليوم الكل يلاحظ بأن هناك عملية لإعادة تركيب هذا السوق الهام لكل دول العالم، وخاصة الدور الذي تحاول أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من أجل إخراج روسيا الاتحادية من سوق الطاقة الأوروبية تحديداً. وبالتالي عليها أن تبحث عن أسواق جديدة تعوض ما كانت تمول به روسيا الاتحادية لدول الاتحاد الأوروبي من الطاقة، سواء كانت من الغاز أو من النفط ومشتقاته. والعيون كلها تشتد بكل الأحوال إلى منطقة الخليج. ومن هنا
نرى بأن منطقة الخليج العربي أصبحت ذات أهمية خاصة في هذه الأوقات بالذات. لماذا؟ لأن هناك النفط، والأهم من ذلك هناك الغاز. والغاز طبعا حتى يتم تعويض ما تخسره أو خسرته الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي بالدرجة الأولى يأتي عن طريق دولة قطر، وهذا الأمر مفروغ منه، وهذا ما وعدت به الإدارة الأمريكية. وبالتالي فإن على قطر أن تشد الهمة إن صح التعبير، ولكن هناك أمر مهم للغاية، بأنه حتى لو تم عقد هذه الصفقات وهذه الاتفاقيات وتأمين البنى التحتية لاستقبال الغاز السائل القطري في الاتحاد الأوروبي، فإنه يبقى أمر مهم للغاية، وهو عملية الإيصال. وعملية الإيصال سوف تتم بكل تأكيد عن طريق مضيق هرمز، وهذا المضيق في حال أي خلل أو أي عدم استقرار أمني، يعني ذلك أنه سينعكس بشكل سلبي ويهدد الأمن الطاقوي أو أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي برمته. وعليه فإن اليوم هذه أعتقد بأنها ورقة رابحة بيد الطرف الإيراني من أجل عدم التنازل عن أي حق من حقوقه الطبيعية في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى الاتفاق النووي الذي خرجت منه هي بعد جهد جهيد. لذلك حتى نرى بالزيارة التي قام بها أمير قطر أمس يوم أمس إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعتقد بأنها تدخل أيضا ضمن هذا نعم. المحور تدخل وهذا في عدة الموضوع، لأنه ملفات أمر منها مهم. الملف النووي. نعم، نبقى بالملف النووي. إذن العودة إلى الملف النووي بالرغم من تصريحات من الطرف الإيراني بأن هناك شبه إجماع أو شبه اتفاق على عودة الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من وجود بعض النقاط الخلافية كتصنيف الحرس الثوري الإيرانية كمنظمة إرهابية وإطلاق سراح الأموال المجمدة في البنوك الغربية. كل هذه الأمور هي تبقى نعم، أمور سنوية لكن من أجل ما أريد أن أسأل عنه بالتحديد ليس الموقف الإيراني، أريد أن أسأل عن روسيا. روسيا فرضت شروط، قيل بأنه هذه الشروط تعرقل عملية الاتفاق من جديد ما بين الدول الغربية وإيران، يعني هناك من يتهمها بأنها عطلت المصالح الإيرانية. هل فعلا هي تستعمل هذه الورقة بهذه الطريقة الآن؟ يعني تهدد الغرب بها؟ أنا أعتقد بأن تفسير هذه الشروط جاء من أجل خدمة المصالح الأمريكية لا أكثر ولا أقل. لماذا؟ لأننا الجميع يعلم بأن هناك علاقات حتى أكثر من استراتيجية ترمط ما بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية، وهذا الأمر كان ظاهر للعيان عندما تم فرض حظر تصدير النفط الإيراني، والذي ساعدت فيه إلى درجة كبيرة روسيا الاتحادية في عملية المساعدة في بيع هذا النفط. واليوم العملية أعتقد عكسية تماما، ونشهد مساعدات. لذلك فكل هذه التأثيرات، ما هي الشروط؟ على سبيل المثال، هل سوف تشترط روسيا الاتحادية أن يتم رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل أن تسهل فيينا؟ بالطبع لا، لأن هذه العقوبات يعلم العالم أصبح جميعا ويعلم تماما بأن هذه العقوبات أصبحت تؤثر على تلك الدول التي فرضتها أكثر بكثير على روسيا الاتحادية. لذلك روسيا الاتحادية لا تدخل في هذه المواضيع وهذه الصراعات، وإنما هي تحاول أن تضمن عدم خروج الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى في حال مثلا الانتخابات الأمريكية القادمة. ما هي الضمانة؟ هذه هي الضمانات التي تحاول روسيا الاتحادية أن تثبتها في العودة إلى هذا الاتفاق الجديد. أستاذ فائز، سنستكمل في هذه الصحف، لكن أتمنى من حضرتك أن تكون الإجابات يعني مكثفة أكثر كي نستطيع الاستفادة منك في كل الملفات ولا نضطر إلى اختصارها. ننتقل إلى الأخبار اللبنانية والتطورات على الجبهة السورية، ومقال في جريدة الأخبار بعنوان واشنطن تضمن لأنقرة حصتها، لمسات أخيرة على استثناءات قيصر. يقول الكاتب علاء الحلبي إن الولايات المتحدة تحث الخطى نحو مضاعفة الضغوط على روسيا من البوابة السورية عبر إنفاذ استثناءات من قانون قيصر لصالح قصد، استثناءات لا تغامر واشنطن بإغضاب تركيا من جرائها، إذ أنها ضمنت للأخيرة حصتها منه عبر منح تسهيلات مماثلة للمناطق الخاضعة لسيطرة أنقرة، وهو ما يجد فيه رجب طيب أردوغان فرصته الأنسب لإمضاء مشروعه القائم على تصدير اللاجئين بدعوى
أن الظروف الاستثمارية والاقتصادية باتت متوافرة. وبينما تعرضت الخطة التركية التي تهدف إلى إعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى مناطق سورية محاذية للشريط الحدودي لضمان تشكيل حزام سكاني يبعد الكرد عن تركيا، تعرضت لانتقادات أوروبية نظرا لما ستكرسه من تغيير ديموغرافي. وجاءت الخطة الأمريكية لتمد يد العون لأنقرة عبر توفير ظروف استثمارية اقتصادية تتجاوز العقوبات الأمريكية، الأمر الذي يبدو أنه مثل نقطة التقاء للمشروعين التركي والأمريكي. وبدأ واضحا ارتفاع حدة الاستهداف التركي لمقاتلي قصد بضوء أخضر أمريكي، إضافة إلى الجهود الأمريكية المتواصلة لإعادة تنشيط الحوار بين قصد والمجلس الوطني الكردي المدعوم تركيا بهدف توحيد الموقف الكردي وتمهيد الأرض لتشكيل جسم معارض وموازن. إذن أستاذ فائز، أيضا أريد أن أنقل الموضوع إلى النقطة المتعلقة بالعلاقة التركية الروسية حاليا. ما هو التقييم الحالي للسلوك التركي تجاه روسيا في الملف الأوكراني؟ وكيف يستغل رجب طيب أردوغان ما يحصل الآن لتنفيذ مصالحه؟ طبعا أردوغان للرئيس بوتين من أجل إجراء لقاء مباشر مع الرئيس زيلينسكي في تركيا، وهذه الدعوات كانت متكررة بشكل شبه يومي، تارة على لسانه وتارة على لسان وزير خارجيته وغير ذلك، على الرغم من أن هناك عدة جولات كانت ولكن ليست بمشاركة الرئيس بوتين بكل الأحوال، وكانت على مستوى وزير الخارجية وعلى مستوى طرفا المفاوضات الروسي والأوكراني، ولكنها لم تؤتي بأي نتيجة. وبالتالي نحن نعلم جيدا بأن لتركيا هدف معين بالنسبة لأوكرانيا، ولها أطماع حتى في أوكرانيا وخاصة في موضوع القرم وفي مواضيع أخرى، مثلا موضوع السيطرة على الزراعة، وحتى بعد الحرب وبعد توقف العمليات العسكرية لها أطماع أيضا تتمثل في إعادة الأعمار. لذلك اليوم نرى بأن العلاقة ما بين روسيا الاتحادية وما بين تركيا هي علاقة شبه حذرة، أي ليست علاقة استراتيجية وليست علاقة الصديق الدائم، لأن الجميع يعلم خاصة في روسيا الاتحادية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمثل سياسة معينة تختم في غالب الأحيان المصالح البريطانية بالدرجة الأولى وليست مصالح بريطانيا، على العلم على الرغم من أن روسيا الاتحادية تقوم بتزويد تركيا بالغاز وبالنفط وبناء المحطة الكهربائية ووجود السواح ووجود التجارات ما بينهما. كل هذه الأمور بكل الأحوال أعتقد بأن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتبرها نقطة ضعف، وهي في على العكس تماما هي نقطة قوة لروسيا الاتحادية، وخاصة إذا ما علمنا اليوم بأن السواح الروس هم عبارة عن مادة أساسية في الميزانية المتهالكة في تركيا، وبالتالي فهو يحاول جلب هؤلاء السواح الروس من أجل دعم ميزانيته التجارية. كل هذه الأمور طبعا في حال استمر الرئيس رجب طيب أردوغان في محاولته الجلوس على مقاعد متعددة وفي آن واحد، أعتقد بأنه سوف تكون هناك بعض التصرفات من قبل روسيا الاتحادية لعودته إلى صوابه وعودته إلى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وخاصة إذا أخذنا على سبيل المثال جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها بالنسبة لموضوع إدلب تحديدا أو موضوع فتح الطريق M4 في سوريا، كلها كانت لا تنفذ من قبل الجانب التركي بشكل خاص. نعم، طيب سننتقل إلى ملف العلاقات الأمريكية السعودية، وما قال في مجلة ناشونال انترست الأمريكية يسأل كيف يمكن كسر الجمود في العلاقة بين الجانبين. يقول الكاتب روبرت مايسون إن إعادة تنشيط الجهود الاقتصادية والدبلوماسية إلى جانب توفير حزمة مساعدات عسكرية جديدة يمكن أن يؤدي دورا مهما في حل المأزق الحالي بين الرياض وواشنطن، وبالطريقة نفسها التي خففت بها الجهود الاقتصادية والدبلوماسية التوترات بين البلدين
الدولتين في أعقاب أزمة النفط عام 73 وهجمات 11 من سبتمبر، فإن نهجا مشابها إلى جانب حزمة عسكرية جديدة لتهدئة المخاوف السعودية بشأن الحوثيين والنفوذ الإيراني يمكن أن يسهم في حل المأزق الحالي. ومع ذلك فإن أفضل رهان هو البناء على الدبلوماسية السعودية الإيرانية المستمرة التي تهدف إلى إنهاء حرب اليمن وبناء آلية أمنية إقليمية أكثر استدامة. ويرى الكاتب أن مستقبل العلاقة بين البلدين والنظام النيو ليبرالي الدولي يرتبط بالاتفاق النووي الإيراني ودخوله من جديد في سوق النفط الدولي، كما يرتبط أيضا بنقاط الخلاف الأمريكية السعودية الأخرى. لكن الكاتب يرى أنه حتى لو كان بإمكان أمريكا والسعودية تجاوز مرحلة الجمود فإن الحذر سيحكم العلاقات الثنائية في المستقبل. أستاذ فائز، الرفض السعودي للطلب الأمريكي بزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع سعره أثار استغراب الغرب. برأيك ما دلالات نأي المملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات العربية المتحدة بنفسيهما عن واشنطن في الأزمة الأوكرانية؟ وهل هذه الخطوات ستدلل على اقتراب أكثر في المرحلة المقبلة ما بين هذه الدول وما بين روسيا؟ أعتقد بأن العالم الجديد الذي ظهر في حقيقة الأمر وبشكل واضح بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وقيام الدول الغربية بتجميد الاحتياطي المركزي الروسي والبالغ 300 مليار دولار كان له ردات فعل ليس فقط في دول الخليج العربي أو المصدرة للطاقة إن صح التعبير تسميتها بهذا الشكل، من أن لا يكون مصيرها كمصير الأموال المجمدة لروسيا الاتحادية وهي كدولة عظمى، فما بالكم بتلك الدول التي تعتمد في حقيقة الأمر بكل شيء وعلى كل شيء على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. وبالتالي كانت الخطوة الأولى طبعا بالنسبة للمملكة العربية السعودية عندما قررت أن تبيع جزء من صادراتها النفطية إلى الصين بالعملة الصينية، وهذا الأمر طبعا أثار غضيبة في الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال الزيارات التي قام بها المسؤولين من أجل حث كل من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة إنتاجها من النفط لتعويض ما يتم تخفيضه من روسيا الاتحادية ووجه بالامتناع، هذا الأمر أعتقد شكل ضربة قوية للولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك أصبحت دول الخليج باعتقادي أمام صحوة جديدة، وهذه الصحوة تقوم على أساس أمن منطقة الخليج، وأن هذا الأمن فعلا لا يمكن استيراده، وإنما على دول المنطقة هي أن تقوم بحماية نفسها بنفسها وبتأمين نفسها. إضافة إلى ذلك نعم سننتقل لنختتم هذه الجولة من التطورات على جبهة العملات الرقمية بعد الانهيار الذي سجله سعر عملة بيتكوين المشفرة. مجلة فورين بوليسي الأمريكية شبهت تهاوي العملات المشفرة بأزمة عام 2008 المالية العالمية، وتقول المجلة إن العملات المشفرة حملت مع انطلاقها في العام 2009 أحلاما بإرساء اقتصاد جديد قائما على المبادئ التحررية والتحلل من قبضة النظام النقدي الذي كان قد شهد انهيارا يوم ذاك. لكن في العام 2022 أصبح تداول العملات المشفرة يتمحور حول الدولار بالكامل، والآن تكررت الأزمة المالية لعام 2008 ولكن في صورة مصغرة عبثية. فما الملايين والمليارات من العملات المشفرة سوى أرقام من نسج الخيال تستند إلى مبلغ واقعي ضئيل من الأموال الفعلية؟ كذلك إن سبل الوصول إلى الدولارات الحقيقية ضيقة ولا تزال غير نافذة إلى حد كبير. برأيك هذا الهبوط الكبير للعملات المشفرة ما هو سببه، وكيف تلعب أمريكا على هذا الموضوع في محاولة، هل هي محاولة لمحاربة التضخم بطريقة أو بأخرى عبر مصارفها؟ طبعا منذ ظهور هذه العملات كانت هي الملجأ البديل للعملة العالمية أو الدولية المعروفة كالدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي، ولكن مع ظهور المخاطر المحدقة التي تحيط بالدولار الأمريكي والتضخم الزائد في الاقتصاد الأمريكي كان لابد من إيجاد بديل آخر، هذا البديل كان في عملة بيتكوين. ولكن
هذه الارتفاعات والانخفاضات السريعة في أسعارها تجعلها عديمة الثقة بالنسبة للمستثمر على أقل تقدير، لأن هناك هبوط وارتفاع بشكل حاد، وبالتالي أعتقد بأن الاعتماد على هذه العملة كبديل للعملات الأخرى سيكون له مخاطره الكبيرة، ولن تقوم به شركات أو أشخاص معينين، وإنما سوف يكون على مستوى الدول، على الرغم من أن هناك بعض دول العالم التي سمحت بالتجارة بهذه العملات، وبعضها الآخر بعض الدول الأخرى التي منعت بشكل كامل أن يتم التعامل بهذه العملات لحماية اقتصادها بدرجة أولى. وبالتالي هنا نستطيع القول بأنه لا يوجد أي دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة كل البعد عن هذه التقلبات في أسعار البترول ولخدمة مصالحها، وكما ذكرتم لتخفيض نسبة التضخم القاتلة في الاقتصاد الأمريكي. تصعيد متبادل بين روسيا وحلف الأطلسي على خلفية إعلان قرب انضمام فنلندا إلى الحلف. موسكو تهدد والأطلسي يتجاهل، فهل نحن أمام سياق مشابه للذي أدى إلى الحرب في أوكرانيا؟ وأي مسارات سيسلكها التصعيد بين الجانبين؟ إلى الحدث هذا اليوم. قبل مناقشة الحدث هذا اليوم يصحبنا مدير مكتب الميادين في موسكو الزميل سلام العبيدي في جولة على بعض عناوين ومقالات الصحف الصادرة في روسيا. يعطيك ألف عافية سلام، تفضل. صباح الخير فتون، ونبدأ جولتنا من صحيفة كوميرسانت التي عنونت: الخارجية الكرواتية تنتقد رئيس الجمهورية على نيته عرقلة توسع الناتو. وفي صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا نقرأ: الاتحاد الأوروبي يتعهد بحماية اليابان من روسيا والصين. وإلى التطورات في ملفي المال والاقتصاد، ومقال في صحيفة روسيسكا غازيتا بعنوان: الروبل الروسي أكثر العملات فعالية في العالم هذا العام. ونختم جولتنا من مقال في صحيفة موسكوفسكي كابسامولتس التي عنونت: أوكرانيا من الدرجة الثانية، الغرب يعاملها بهذه الطريقة، تم نسيان شعار الأوكرانيون جزء منا في الاتحاد الأوروبي خلال شهرين. تقول الصحيفة: أرادت أوكرانيا الانضمام إلى الناتو في العام 1992، وكانت تلك قصة طويلة جدا لأن التحالف ظل عسكريا، والآن بعد أن شهدتا بما فيه الكفاية العملية العسكرية الخاصة، أرادت فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو بشراهة. من غير المعروف على وجه اليقين حقيقة هل أرادتا ذلك طوعا أم أجبرتا على العضوية؟ الخبر بطبيعة الحال غير سار لموسكو، ولكن من وجهة نظر الأمن الروسية فإن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي يختلف عن انضمام أوكرانيا إلى الحلف. وتضيف الصحيفة: 30 عاما من المحنة عاشتها أوكرانيا لدخول الناتو، في مقابل 30 يوما فقط للشعب الأبيض في السويد وفنلندا. وتخلص الصحيفة إلى أن أوكرانيا تعامل كدولة من الدرجة الثانية، ولا يمكنها القيام بشيء لتغيير هذا الواقع. ولتخفيف الصدمة وتسهيل ابتلاع الاستياء، تقرر دعوة زيلينسكي إلى قمة الناتو في مدريد في حزيران يونيو، على الرغم من أن بحلول نهاية حزيران قد يتغير وضع الرئيس الأوكراني بشكل دراماتيكي. فتون. سلام، انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو هل بات محسوما؟ في الواقع يعني ما نرى من تصعيد الآن، سواء كان التصعيد على المستوى تبادل الاتهامات أو التصريحات الرنانة، سواء كان من موسكو أو من عواصم حلف شمال الأطلسي، وكذلك تصريحات كل من هلسنكي وفنلندا، توحي بأن ربما هذان البلدان قررا فعلا الانضمام، لكنهما مع ذلك يتركون يعني هامشا لبرلماني البلدين. المعروف هنا يعني على سبيل المثال فنلندا، الرئيس رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قررا ضرورة انضمام البلد بشكل عاجل إلى الحلف، لكن ينتظران قرار البرلمان الفنلندي الذي يفترض أن يلتئم يوم الاثنين المقبل لاتخاذ القرار النهائي. طبعا الأوضاع توحي بأن فنلندا ستطلب العضوية بشكل رسمي، لكن نلاحظ في الساعات الأخيرة
ارتفاع نبرة الخطاب الروسي والتهديد بقطع امدادات الغاز عن فنلندا، وكذلك جملة من الاجراءات الاقتصادية الاخرى التي تتعلق بالملاحة الحدودية، بالتجارة الحدودية، بموارد الطاقة، بالمشاريع المشتركة، كذلك بالخطوات العسكرية التي يفترض ان تتخذها روسيا، وهي خطوات كثيرة لا تقتصر فقط على تجديد الاجراءات العسكرية على الحدود، وانما ايضا تشمل منطقة البلطيق، لانه في حال انضمام فنلندا وكذلك الى السويد ستصبح روسيا معزولة عن البحر، عن المحيط العالمي من خلال بحر البلطيق، وهذا يعتبر ضربة قوية للبنى العسكرية التحتية الروسية، ولا أعتقد أن موسكو ستسكت على مثل هذا التطور الخطير. سلام العبيدي، مدير مكتب الميادين، كنت معنا مباشرة من موسكو، شكرا جزيلا لك. إذن إليك أستاذ فائز لنناقش من هذه النقاط تحديدا فنلندا والسويد. فنلندا والسويد إلى جانب أيسلندا مثلث استراتيجي يسهل من الناتو للتخطيط في مواجهة روسيا في هذه المنطقة. ما الذي يفعله الناتو الآن إن ما ضم فنلندا والسويد إليه؟ إلى أي حد الخطر كبير على روسيا تحديدا على الحدود؟ طبعا بكل تأكيد، إضافة إلى ما ذكره مراسلكم من موسكو، أستطيع القول هنا بأن ما تربط بين روسيا الاتحادية وفنلندا تحديدا خطوط حدودية تبلغ مسافتها أكثر من 1300 كيلومتر، وهذا الأمر طبعا مهم للغاية، ولا تبعد عن الحدود عمليا 50 كيلومتر، وبالتالي فإن حسب ما جاء في تصريحات الكرملين يوم أمس على لسان السيد بيسكوف، لأن ردة الفعل الروسية سوف تكون بناء على ما ستقوم به دول الناتو بالنسبة لفنلندا تحديدا، بمعنى آخر أي أنها عندما سوف تقوم ببناء بنية تحتية معينة سوف يكون هناك جوابا معينا. في حال على سبيل المثال وضعت رؤوسا نووية، فلدى روسيا الاتحادية أيضا القدرة والكميات الكافية والوافية من هذه الرؤوس لوضعها على الحدود. يعني تماما عندما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية من جعل أوكرانيا جزء من حلف الناتو، ذهبت مباشرة إلى رفع الصوت عاليا من أجل انضمام كل من السويد ومن فنلندا إلى هذا الحلف. على الرغم إذا عدنا تاريخيا فإن فنلندا من أيام روسيا القيصرية هي كانت جزء من روسيا القيصرية، ولكن وبعد الحروب التي استمرت أو أكثر من حرب كانت، وبعد الحرب العالمية الثانية استقلت فنلندا ورسمت الحدود الحالية والمعترف بها دوليا. بكل الأحوال فنلندا هي سوف تكون الخاسر، لأنه الأمن لا يمكن تجزئه، لا يمكن أن يكون أمن دولة أو حلف أو قارة على حساب دولة أخرى، وخاصة إذا كانت هذه الدولة بالطرف الآخر هي روسيا الاتحادية، الدولة التي تمتلك ترسانة كبيرة جدا من الرؤوس النووية. وبالتالي فأيضا مرة أخرى أعود إلى ما ذكرته في بداية حديثنا من أن كل ذلك يدخل في حقيقة الأمر في لعبة الطاقة العالمية، بمعنى آخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية ومن أجل بقائها في القارة الأوروبية وضبط هيمنتها وسيطرتها أكثر وأكثر على دول هذه القارة، كان لابد من إخراج روسيا، وهذا الإخراج يكون عن طريق الطاقة، وبالتالي سوف تشعر هذه الدول بأن روسيا الاتحادية منضعطة من هذه الدول، وبالتالي لابد من حمايتها وتفعيل هذه الحماية، يكون ذلك من خلال ضمها إلى الناتو. ولكن السؤال الذي يثير نفسه هنا، لماذا على سبيل المثال السويد كانت تقوم بعملية إجراء استفتاء على أي سؤال وأبسط سؤال في الداخل السويدي، ولكن حول هذا القرار المصيري بانضمامها إلى الناتو لم تقبل بإجراء استفتاء شعبي؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك دولة أخرى ومهمة للغاية في الاتحاد الأوروبي وهي سويسرا، لماذا لا يضم سويسرا إلى حلف الناتو أيضا؟ هذا السؤال هو كبير جدا للغاية، لأن أعتقد أن معالم العالم الجديد أصبحت ترتسم، وأن هناك منظمة جديدة للأمم المتحدة سوف تظهر ومجلس أمن جديد، ولكن لن يكون على الإطلاق في القارة الأمريكية وفي الولايات المتحدة. كيف سيكون شكل هذا المجلس الجديد، الأمم المتحدة الجديدة ومجلس الأمن الجديد برأيك في المرحلة المقبلة؟ طبعا بالدرجة الأولى سوف يتم توسيع عدد الدول الدائمة العضوية والتي تمتلك حق النقد الفيتو، يعني هناك دولتان الآن مرشحتان لهذا الدور، بالإضافة إلى الدول الخمس الدائمة العضوية التي نراها بشكل حالي، وهاتان الدولتان هما الهند والبرازيل، وألمانيا أيضا لها حظا كبيرا في أن تكون
إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الجديد، ولكن من سيكون أيضا عن الدول الإسلامية على سبيل المثال؟ نعرف ونعلم تماما طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان لشغل هذا المقعد، ويعمل هو المستحيل سواء كان من خلال تقاربه من إسرائيل بداية ومن المملكة السعودية ومن جمهورية مصر العربية. وأيضا لابد أن يكون هناك مقعدا لدول أفريقيا، من سوف يجلس على هذا المقعد؟ بكل تأكيد هناك تنافس ما بين مصر، جمهورية مصر العربية، وما بين دولة أخرى أفريقية ربما تكون أي دولة. طيب. طيب إن ما عدنا إلى الموضوع، موضوع الأزمة الأوكرانية والصراع الأطلسي الروسي، روسيا توعدت برد عسكري وتقني في حال انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، ما هي الخطوات التي قد تقوم بها روسيا إضافة إلى ورقة الطاقة التي تستخدمها بشكل محترف في وجه الغرب؟ هي تستخدم هذه الورقة، ورقة الطاقة تحديدا بشكل محترف كما ذكرتم، وهو تعبير مثالي للغاية، أي أنها لن تكون على الإطلاق البادئ في قطع إمدادات الغاز، وخاصة لأننا نعلم جميعا بأن الدول المستوردة للغاز يجب عليها من الآن أن تملأ خزاناتها من أجل التحضير لفصل الشتاء القادم، وإلا سوف يكون هناك عجز ونقص، وبالتالي سوف تؤدي إلى ما تؤديه. لذلك هي لا تستخدم على الإطلاق، على الرغم على سبيل المثال أنهم أطلقوا الدعايات بأن روسيا الاتحادية سوف تقوم بقطع الغاز عن فنلندا تحديدا اليوم يوم الجمعة 13 شهر، ولكن هذا لن يتم على الإطلاق إلى هذه اللحظة على أقل تقدير، ولن تقوم أعتقد روسيا الاتحادية بمثل هذا الإجراء في الوقت الراهن على أقل تقدير، إلا في حال إذا كانت فنلندا هي من طلبت كما على غرار بلغاريا وبولندا بعدم اشتراء الغاز بالروبل الروسي من روسيا الاتحادية، هذا أمر آخر. أما بالنسبة للتصرفات، تعلمون جيدا أن لدى روسيا الاتحادية مختلف الأشكال من الأسلحة، سواء كانت هذه الأسلحة يتم نصها مباشرة على الحدود أو حتى بعيدة المدى أو حتى في قعر بحر البلطيق الذي تحاول دول الناتو وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عسكرت هذا البحر وجعله بحرا نوويا، الأمر الذي لا يروق للجميع، لأنه في حقيقة الأمر هذا البحر له أهمية تجارية أكثر من أهمية عسكرية بالنسبة لروسيا الاتحادية على أقل تقدير. أما دول الناتو فهي تحاول أن تجعل من أهمية هذا البحر أهمية عسكرية من أجل زيادة الخناق والحصار لروسيا الاتحادية من جميع الاتجاهات. طيب الآن إلى جديد اليوم. في جديد اليوم أصيب الشاب الفلسطيني داود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي برصاص قوات الاحتلال خلال التصدي لاقتحام قواتها مخيم أجنين شمال الضفة الغربية المحتلة. مراسلة الميادين أفادت باقتحام قوات الاحتلال واد برقين ومنطقة الهدف وحارة التركمان ومخيم جنين، ونشبت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال. فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه الحلقة، ابقوا معنا. من جديد أهلا ومرحبا بكم إلى القسم الثاني من هذه الحلقة بالحبر الجديد. أجدد الترحيب بضيفنا فائز حوالة. الآن جولة على الميادين نت، سنبدأها من موقعنا بالعربية حيث تتابعون آخر التطورات والاستحقاقات السياسية الانتخابية في المنطقة والعالم. البداية من صفحة المقالات مع هذا المقال لخالد البهالي بعنوان من التطبيع الثقافي إلى التطبيع الرياضي، إسرائيل تلعب على الحبلين، وتحت عنوان من دمشق إلى طهران هنا الضاحية، يكتب أحمد الدرزي عن ظهور الرئيس السوري بشار الأسد في طهران واضعا الخطوة في إطار الانتقال إلى مرحلة جديدة على المستوى العسكري، ويرى أن المكاسب السياسية الإيرانية الكبرى تدفع دمشق إلى البحث عن سهمها في هذه المكاسب كشريكة في النضال طيلة أكثر من 4 عقود.
إذن الآن أستاذ فائز، برأيك هذه الزيارة، زيارة الرئيس الأسد المفاجئة إلى طهران ولقائه بالمرشد خامنئي وبالرئيس الإيراني، ما دلالاتها في هذا التوقيت بالذات، في توقيت تمر به فلسطين بمرحلة حساسة جدا، في كلام سمعناه من المرشد خامنئي ومن الرئيس بشار الأسد حول هذا الموضوع، كيف تفسر دلالات هذا اللقاء؟ طبعا هذا اللقاء له من الأهمية الخاصة جدا وفي هذا التوقيت بالذات. لماذا؟ لأن القضية الفلسطينية في حقيقة الأمر على المحك، وهذا الأمر يقلق بشكل كبير سواء كان القيادتين في سوريا وفي جمهورية إيران الإسلامية، لأن البوصلة لم تتغير ولن تتغير على الإطلاق حتى تحقيق الأهداف وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وما زالت في كل الأحوال التضحيات التي يقدمها أبناء فلسطين المحتلة، وكان آخرهم على سبيل المثال الشهيدة شيرين أبو عاقلة رحمه الله، ونتقدم بالتعازي لكل الصحفيين في كل العالم. وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على الخذلان العربي على أقل تقدير، وخاصة أولئك الذين تسارعوا إلى عملية التطبيع مع هذه الدولة الصهيونية التي لا تعطي الفلسطينيين حقوقهم بشكل كامل. بكل الأحوال العلاقات الاستراتيجية ما بين روسيا بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية إيران الإسلامية ليست وليدة اليوم، وهذه العلاقات ترسخت وتوسطت منذ بداية وقيام الثورة الإسلامية في إيران إلى يومنا هذا، مرورا في حرب الخليج الأولى والثانية، ومرورا بعملية مكافحة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية، وما كان لوقوف كلا الدولتين مع بعضهما البعض من أجل الدفاع عن أنفسهم وعن بلدانهم. في صفحة البيئة مشاهدينا نقرأ: الحاجز المرجاني العظيم في خطر من جراء موجة الحرب. الآن إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية، حيث تتابعون آخر الأخبار السياسية والثقافية والبيئية حول العالم. في صفحة المقالات لروبرت إنلاكش نقرأ مقال يتناول هزيمة الاحتلال في عملية سيف القدس، ويسأل عن مصير إسرائيل بعدما اتضح أن رقعة تأثير المقاومة قد اتسعت لتشمل الداخل الفلسطيني ككل، إضافة إلى دول الجوار كسوريا ولبنان. وفي صفحة الرأي نقرأ مقالا للكاتب الكوري كيم هون، يستعرض فيه القدرات التكنولوجية التي سخرتها كوريا الشمالية في بناء اقتصاد مستقل بهيكل شامل متعدد الأطراف. أما الختام من صفحة الصور، حيث نطلع على تفاصيل هذا الخبر حول قيام محرك البحث جوجل بربط الكوفية الفلسطينية بالإرهاب. الآن إلى موقع الميادين إسبانول، حيث نقرأ بالإسبانية أخبار العالم العربي وأمريكا اللاتينية والعالم. نبدأ مع هذا الخبر: كوبا تعلن الحداد الرسمي لمدة يومين على ضحايا حادث انفجار فندق ساراتوغا. وفي خبر آخر نقرأ: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تعلنان موقفا حازما إلى جانب كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا في مطالبة الولايات المتحدة بعدم عقد قمة للأمريكيتين في حال وجود استثناءات. أما من صفحة المقالات فاخترنا هذا المقال بعنوان: هل الولايات المتحدة في طريقها إلى انقلاب يميني وحرب أهلية؟ وفيه يحلل الكاتب والمحلل الروسي يفجيني باشستنيف مسألة ارتفاع خطر الحرب الأهلية بشكل حاد في السنوات الأخيرة. إلى رسم خورخي اليوم حول جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عقلة، ترفع الشهيدة الصحفية شارة النصر. والآن يصحبنا الزميل حسن عطية في جولة على باقة من الفيديوهات والمواضيع البارزة على مواقع التواصل الاجتماعي. يعطيك العافية حسن، تفضل. تحياتي لك ولجميع المشاهدين. طبعا
البداية في تويتر واسم الصامد محمود الدبعي الشاب الفلسطيني الذي تحاصره قوات الاحتلال منذ صباح اليوم. مجموعة من الفيديوهات انتشرت في وسائل التواصل للشاب ولمنزل الشاب وللمكان المحاصر فيه. طبعا مجموعة من الفيديوهات انتشرت في وسائل التواصل كما ذكرنا، ومجموعة من الصور ودعم للشاب محمود الدبعي المحاصر من قوات الاحتلال. هنا الأمم يقول جنين لا تعرف الهزيمة، فجروا المنزل وأحرقوه، وما زال الفارس المقاتل الشجاع ابن سرايا القدس كتيبة جنين محمود دبعي مشتبكا صنديدا كرارا لا يهاب. ننتقل إلى السيناتور راند بول الذي تداول اسمه في وسائل التواصل في 24 ساعة الماضية، خصوصا بعد منعه تقديم 40 مليون يورو لأوكرانيا. طبعا هناك هجوم في وسائل التواصل على السيناتور بول الذي رد بأنه أقسم اليمين لحماية الولايات المتحدة وليس أي دولة أخرى، متسائلا عن مكان صرف الأموال وداعيا إلى فرض رقابة وإرسال مندوبين لمراقبة أين تذهب هذه الأموال في أوكرانيا. طبعا البعض اعتبر بول كبطل أمريكي، وآخرون يقولون أنهم يشكرون بول. ننتقل إلى عالم العملات الرقمية. طبعا العملة الرقمية لونا كانت رائجة في وسائل التواصل وكان ترند في وسائل التواصل، خصوصا مع هبوطها بنسبة 98% في ليلة أمس. طبعا مجموعة من النكات الساخرة حول هذا الهبوط، وطبعا البعض يشكو أمره نتيجة الاستثمار في هذه العملة، والبعض الآخر قام بشراء العملة بعد هبوطها وقال إن هذه القيمة التي تم شرائها بعد الهبوط كانت تساوي في ليلة أمس 1.4 مليون دولار. ننتقل إلى فنلندا التي أيضا كان دخولها إلى جانب السويد ومحاولة دخولها إلى حلف الناتو كانا رائجين، وهنا أحدهم نشر هذه الخريطة لدول حلف الناتو قبل العام 1997 وما بعد العام 1997 ومحاولة الاقتراب من حدود روسيا أكثر فأكثر. في الأيام الماضية جوزيه مورينيو انتشر له مدرب فريق روما، طبعا المدرب الشهير، انتشر له فيديو وهو يتحدث عن الحرب في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس. غربيا لم يكن هناك تعاطي مع هذا الفيديو ولم يكن هناك ترويج له كما يحدث دائما عندما يقوم أي رياضي بالإجابة على سؤال حول أوكرانيا، لكن إجابة مورينيو كانت هي اللافتة عندما قال إنه حزين للحرب في أوكرانيا كما هو حزين للحرب في سوريا وفلسطين وفي غزة وإفريقيا. وهذا ما تفاعل معه مغردون عرب في وسائل التواصل لأنهم اعتبروا بأن مورينيو لم يقف كما غيره عند ازدواجية المعايير التي شاهدناها فيما يخص أوكرانيا في الآونة الأخيرة وخصوصا في عالم الرياضة. إذن هذا تقريبا كل شيء لليوم. نعم. وصور من غزة للشهيدة شيرين أبو عاقلة انتشرت في وسائل التواصل. أعود. نعم. إليك. شكرا جزيلا لك حسن عطية المحرر في الميادين نت. الشكر موصول لك الدكتور فائز حوالة الأكاديمي والخبير بالشؤون الروسية، كنت معنا مباشرة من موسكو. بالحبر الجديد انتهى، دمتم سالمين.